أزالت قوات النظام حواجز عسكرية جديدة من شوارع العاصمة دمشق وفق ما نقله موقع صوت العاصمة. وأضاف الموقع أن قوات النظام أزالت حاجز أوتوستراد حاميش من مساكن برزة على الطريق المؤدي إلى حي برزة البلد في أطراف دمشق. هذا وكان النظام قد أزال عددا من الحواجز في نيسان الماضي، بينها حاجز جسر الرئيس بالقرب من جامعة دمشق وآخر بالقرب من ساحة الأمويين. كشفت صحيفة الوطن عن ضبط قضية فساد كبيرة تقدر بالمليارات في شركة توليد بانياس بداية العام الجاري. وأفادت الصحيفة بضبط عمليات سرقة لمادة الفيول في الشركة، مضيفة أن عدد الصهاريج أو صهاريج الفيول المسروقة من توليد بانياس وصل إلى نحو 70 صهريجا وتقدر قيمتها بالمليارات. كما اتهمت الصحيفة بعض الأطراف بمحاولة لفلفة الموضوع وطمس بعض الحقائق لصالح المسؤولين المتورطين في القضية. نفى المصرف المركزي في دمشق نيته إصدار فئات نقدية أكبر من 5000 ليرة. هذا وقال الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب حسن حزوري لصحيفة الوطن إن ازدياد التضخم يجعل الفئات النقدية الصغيرة لا قيمة لها، كما يزيد حاجة السوق لإصدار فئات نقدية جديدة، مشيرا إلى أن المصرف المركزي يبرر عدم طرحه لفئات نقدية كبيرة بمزاعم التحول لنظام دفع إلكترونية من غير الممكن تنفيذه حاليا. أعلنت حكومة الإنقاذ عن بدئها استقبال طلبات الترخيص القانوني للمؤسسات الإعلامية والإعلانية بدواعي تنظيم العمل الإعلامي في المناطق المحررة. وقالت وزارة الإعلام في حكومة الإنقاذ في بيان نشرته أن التراخيص ستشمل كل من محطة تلفزيونية وشركة دعائية بالإضافة إلى شركة إنتاج ومكتب دعائي، كذلك إذاعة ووكالة إخبارية وأيضا شبكة إعلامية وموقع إلكتروني إعلامي، إلى جانب صحيفة أو مجلة ومكتب إعلامي محلية، كذلك مكتب تابع لوسيلة خارج المناطق المحررة وفقا للبيان. كشف مصدر محلي لموقع تلفزيوني سوري عن اختطاف تنظيم الشبيبة الثورية ناشطا مدنيا في مدينة عين العرب شرقية حلب. وقال المصدر إن مجموعة مسلحة من تنظيم الشبيبة الثورية خطفوا ريبر حسين حج مصطفى محمد على خلفية دعوته أبناء المدينة للمشاركة في مظاهرة تندد برفع أسعار المحروقات، ثم أطلقوا سراحه بعد تهديده بالاعتقال لفترة أطول وتعذيبه في حال ظهوره على الإعلام أو التحدث عن الحادثة أو المشاركة في أي نشاط أو حراك معارض للإدارة الذاتية وقراراتها.